بالكوستينيا نجم الكره البرتغاليه ونجم بورتو واتلتيكو مدريد، ضفنا فيه السادسه، وبدايه طبعا نرحب بيه على شاشه الاهلي ونقول له اهلا وسهلا بيك في السادسه. هل الصوت وصل لك بوضوح؟ صوتي وصل لك؟ اهلا، يشرفني ان اشارك في على هذه القناه ومن خلال الكره والثقافه، هذا شيء يسعدني جيدا ان ابقى معكم على هذه القناه. كوستينيا، يعني البدايه هتكون الحقيقه مع تجربة استثنائية أعتقد ليك أنت شخصيا، إنجاز كبير للكرة البرتغالية ولبورتو البرتغالي. الكلام كان على تحقيق بورتو لبطولة الشامبيونز ليج في موسم 2003-2004، موسم استثنائي أعتقد ذكرى مش ممكن تنسى. تفوقتوا على كبار أوروبا في التوقيت ده تحت قيادة مورينيو. من وجهة نظرك إيه السبب أو إيه مجموعة الأسباب اللي خلتكم تنجحوا في تحقيق هذا اللقب في موسم 2003-2004؟ دائما الكرة فيها لعيبة ممتازين وأيضا مدربين ممتازين، وتنتهي دائما بنهايات بمنافسة جيدة ودائما القدرة على تحقيق النجاحات دائما. يمكن قبل ما ادخل معاك في ملف الكره البرتغاليه، احنا يمكن هنا في مصر كان لينا نصيب مع عدد من المدربين البرتغاليين سواء على مستوى الانديه او المنتخبات في الفتره الاخيره. هبدا بالمنتخبات، بعد فتره تولى فيها مستر كارلوس كيروش المسؤوليه، رحل كيروش واتى روي فيتوريا. ازاي قيمت او ازاي شفت تجربه كارلوس كيروش، وهو بالتاكيد واحد من اهم واكبر الاسماء في عالم كرة القدم، ازاي قيمت تجربته وايه توقعاتك او رؤيتك لمستقبل روي فيتوريا مع منتخب مصر؟ في المقام الاول دعني اقول اول مدرب للمنتخب المصري مانويل جوزيه كان الاول، كان من أكبر المدربين البرتغاليين والذي قام بالكثير للكرة المصرية، وهو قام بمجهود عالي جدا واستطاع تحقيق الكثير من النجاح. وبعد كده جاء العديد من المدربين، والآن روي فيتوريا، وكان يوجد كيروش أيضا وكان مهم جدا. اما بالنسبه لروي فيتوريا فهو من اهم المدربين، وكان جيدا في المنتخبات في المنتخب البرتغالي، وانا اعتقد انه سوف يحقق الكثير للكره المصريه وسوف يستطيع تحقيق الكثير من النجاحات من خلال المنافسات الافريقيه ومحاولة الوصول للمونديال أيضا، وهو المهم جدا. وأعتقد العديد من هذه المواقف لابد من الاستعداد وبالصبر نستطيع تحقيق، وأن نعطي الفرصة أيضا للمدربين أن يحققوا النجاحات. والمنتخب المصري دائما منتخب جيد جدا. من اهم الانتقادات يمكن اللي كانت بتتوجه لمستر كارلوس كيروش اثناء توليه مسؤوليه المنتخب المصري هو لجوءه ل يعني طرق دفاعيه، صحيح قدر يوصل بالمنتخب لنهائي دوري الابطال، لكن ما كانش دايما المنتخب بيقدم الكره اللي بتناسب من وجهه نظر الجماهير على الاقل شخصية المنتخب المصري. هل تعتقد انه روي فيتوريا ممكن يغير ده؟ عنده القدرة انه يغير ده؟ عنده القدرة انه يعيد صياغة هوية المنتخب المصري بنفس المجموعة من اللاعبين اللي موجودة؟ ان روي فيتوريا
سوف يحاول تحقيق النجاحات والبطولات من خلال هذا المدرب المحترف، ووجود لاعبة في الأمام في الهجوم من المهم جدا، ولابد أن يكونوا لاعبين مميزين، وأيضا من المهم أن نكون عندنا من المدافعين الجيدين. إذا الفريق مش فقط ليس فقط الهجوم ولكن أيضا الدفاع، وإذا لم يكن الفريق مستعد بشكل عام ومنظم لا يستطيع تحقيق النجاحات. فلكي يستطيع التقدم لابد أن يعتمد على جميع المهارات وفي الهجوم والدفاع. قبل استقبالك على الهواء كنت بتكلم على عدم قدرة الأندية البرتغالية على الحفاظ على نجومها، وبالتالي السؤال امتى ممكن نشوف فريق برتغالي او نادي برتغالي على منصه تتويج على مستوى بطولات اوروبا مره ثانيه؟ الدوري البرتغالي مش ليست بالقوه الكامله كالاسبانيه من حيث التمويل المالي ليست بالكافية. عندنا بنفيكا وسبورتو، ولكن البرتغال لها 10 مليون من المواطنين. عندنا الكثير من المدربين المميزين واللاعبة، لكن ينقصنا أشياء أخرى، ومن هنا يخرج اللاعب المميزين. عدد من ايضا صلاح، عدد من اهم نجوم الكره البرتغاليه في الوقت الحالي يمكن بيلعبوا الاكبر الانديه في اوروبا. خليني اسالك على فرص المنتخب البرتغالي في منافسته على لقب كاس العالم في قطر 2022. بنتكلم مش بس عن كريستيانو رونالدو، بنتكلم على جواو فيليكس، بنتكلم على برناردو سيلفا، برونو فرنانديز، روبن دياز وغيرهم من النجوم. هل تعتقد ان النسخه دي من منتخب البرتغال قادره على تحقيق لقب كاس العالم او على الاقل المنافسه عليه؟ انا اميل الى انه سوف يستطيع تحقيق هذا. له عنده الكثير من اللعيبه المميزه، وانا اشجعهم زي فرنانديز وكريستيانو والعديد من اللعيبه، وبيدرو نيتو وجوكينيو، العديد من اللعيبه، رافائيل وجوتا، العديد من اللعيبه وريبونيفيش المميزين جدا. في يوجد اللعيبه الكبار جدا في المنتخب البرتغالي، واعتقد واشجع، وانا شخصيا اتمنى ان ارى هذا الفريق وهو بالمونديال وهو يحقق اللقب. كوستينيا نجم المنتخب البرتغالي طبعا، وبورتو الجيل اللي حقق بطوله دوري ابطال، ونجم اتلتيكو مدريد. بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسه. فاصل.